السلام الله عليكم أعزائي التلاميذ. فيديو اليوم يخص مادة اللغة العربية للمستوى الثانية إعدادي من كتاب المرجع في اللغة العربية النص التطبيقي لا إكراه في الدين. على بركة الله. لا إكراه في الدين. لقد كان موقف الإسلام من الديانتين السماويتين اليهودية والمسيحية موقف المتسامح القائم على الاحترام وترك الحرية التامة لكل ذي دين أن يبقى على معتقده. فالمصادرة والاضطهاد صفتان من شأنهما أن تحمل كل إنسان على التعصب لوجهة نظره، إذ كان شعار الإسلام لا إكراه في الدين البقرة الآية 256. فلم يمضي إلا قرن من الزمان حتى دخل في دين الإسلام مسيحيون ويهود ومشركون وغيرهم من أرباب المعتقدات الأخرى، وقد سرت هذه الروح في الأمة الإسلامية طيلة تاريخها. فكان المجتمع الإسلامي يغص بأصحاب الطوائف الدينية الذين عاشوا مع المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وهكذا استطاع الإسلام أن ينزع من قلوب معتنقيه كل تعصب ضد اتباع الملل الأخرى، ورضى المسلمين على احترام عقائد الآخرين والتعاون معهم على قدم المساواة حتى جنحوا إلى المسالمة، وعاشوا معهم متعاونين متجاورين، مما يفند مزاعم القائلين بأن الإسلام دين إرهاب. الاستثمار الإجابة عن الفهم. الفهم: اشرح أو اشرح الكلمات التالية حسب معناها في النص: مصادرة، يغص، راد، جنح، يفند. شرح الكلمات: مصادرة المنع والاستيلاء، راد طوع، يغص يمتلئ ويضيق بهم، أرباب أصحاب، جنح مال، يفند يبطل ويلغي. الملل جمع ملة، أي الدين. أعيد: مصادرة المنع والاستيلاء، راد طوع، يغص يمتلئ ويضيق بهم، أرباب أصحاب، جنح مال، يفند يبطل ويلغي. الملل جمع ملة، أي الدين. ثانيا: ما هو موقف الإسلام من أصحاب الديانات الأخرى؟ موقف الإسلام من أصحاب الديانات الأخرى هو موقف المتسامح القائم على الاحترام وإعطاء الحرية، حرية المعتقد للغير مع دفع الحرية. أعيد: موقف الإسلام مع أصحاب الديانات الأخرى هو موقف المتسامح القائم على الاحترام وإعطاء حرية المعتقد للغير. ثالثا: كيف عامل المسلمون أتباع الديانات الأخرى؟ عامل المسلمون أتباع الديانات الأخرى باحترام وتعايش وتعاون حتى دخلوا الإسلام. أعيد: عامل المسلمون أتباع الديانات الأخرى باحترام وتعايش وتعاون حتى دخلوا الإسلام. رابعا: ما هو تأثير الإسلام على معتنقيه؟ تأثير الإسلام على معتنقيه أن نزع التعصب ضد اتباع الملل الأخرى. أعيد: تأثير الإسلام على معتنقيه وهو نزع التعصب ضد اتباع الملل الأخرى. ما هو الدليل على أن الإسلام دين تسامح وسلام؟ الدليل على أن الإسلام دين تسامح وسلام لأن المسلمين عاشوا بتعاون مع أصحاب الملل الأخرى، والدليل كذلك لا إكراه في الدين سورة البقرة الآية 256. أعيد: الإسلام هو دين السلام لأن المسلمين عاشوا بتعاون مع أصحاب الملل الأخرى، والدليل كذلك لا إكراه في الدين سورة البقرة الآية 256. التطبيقات: أستخرج من النص مثنى مجرور وجمع مذكر سالم منصوب، وأبين علامة الإعراب في المثالين. المثال الأول: لقد كان موقف الإسلام من الديانتين. كلمة الديانتين اسم مجرور وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة. المثال الثاني: عاشوا معهم متعاونين.
كلمة متعاونين حال منصوب وعلامة نصبه الياء النائبة عن الفتحة. أعيد، المثال الأول: لقد كان موقف الإسلام من الديانتين. كلمة الديانتين اسم مجرور وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة. المثال الثاني: عاشوا معهم متعاونين. كلمة متعاونين حال منصوب وعلامة نصبه الياء النائبة عن الفتحة. ثالثا: حول أو حولي ما تحته خط إلى المثنى وجمع مذكر سالم في الجمل التالية: أسلم المسيحي طائعا. الجمع مذكر سالم: أسلم المسيحيون طائعين. المثنى: أسلم المسيحيان طائعين. أعيد: أسلم المسيحي طائعا. الجمع مذكر سالم: أسلم المسيحيون طائعين. المثنى: أسلم المسيحيان طائعين. الجملة الثانية: أعد الله للعامل الصبور الأجر العظيم. المثنى: أعد الله للعاملين الصبورين أجرا عظيما. الجمع مذكر سالم: أعد الله للعاملين الصبورين أجرا عظيما. نمر إلى الجملة الثالثة: عاش الديمي مع المسلم في أمن وسلام. المثنى: عاش الديميان مع المسلمين في أمن وسلام. جمع مذكر سالم: عاش الديميون مع المسلمين في أمن وسلام. أعيد: عاش الديمي مع المسلم في أمن وسلام. المثنى: عاش الديميان مع المسلمين في أمن وسلام. عاش الديميون مع المسلمين في أمن وسلام. 11. اجمع أو اجمعي جمع مذكر سالما الكلمات التالية في حالتي الرفع والنصب. لدينا الكلمات التالية: المسلم والضاء رحى قتيل والراعي. الكلمة: الجمع المرفوع الجمع المنصوب. المسلم: المسلم جمع مرفوع المسلمون. والضاء: والضاء الجمع المرفوع والضاؤون. رحى: رحى جمع المنصوب أرحاء أرحية. أعيد: رحى جمع منصوب أرحاء أرحية. قتيل: قتيل جمع منصوب قتلى. قتيل الجمع المنصوب قتلى. الراعي: الراعي الجمع المنصوب الرعاة. الراعي الرعاة. 12. أعرب ما تحته خط أعرب الجملة التالية إعرابا تاما: عاشوا معهم متعاونين متجاورين. عاشوا معهم متعاونين متجاورين. عاشوا: عاش فعل ماض مبني على الفتح، والواو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاء في محل رفع الفاعل. معهم: مع حرف جر، هم اسم مجرور. متعاونين حال منصوب بالياء النائبة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. متجاورين حال منصوب بالياء النائبة عن الفتحة لأنه كذلك جمع مذكر سالم. أعيد إعراب الجملة: عاشوا معهم متعاونين متجاورين. عاشوا: عاش فعل ماض مبني على الفتح، والواو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. معهم: مع حرف جر، هم اسم مجرور. متعاونين حال منصوب بالياء النائبة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. متجاورين حال منصوب بالياء النائبة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا يسعني إلا أن أطلب منكم الإشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر جرس حتى يصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع.